اسمي اوريدي مغيره، بس غير لون عيوني لا ما بحب. ما ادفع ثمن تذاكر السفر لاني انا حدا بحب لبنان كتير ومقتنع بالعيشه بهالبلد، وما كتير بزعل اذا مرق وقت طويل ما سافرت، الا اذا سفرنا هو اغلب، يعني كوني كفنان اغلب السفر اللي بعمله انا هو سفر شغل. كل شيء ممكن يخليني يكون مبسوط بحياتي بلبنان موجود. اكيد بحب كون مرئي، انا ماني من النوع اللي بحب اتخفى، وبحب الناس كتير، وما بحب الطيران، بحب ضل على الارض لانه بضل على الارض مع اللي بيشبهوني. ارجع بالزمن لورا، مش بالمعنى انه انا صغر حالي، انا عمري بالعكس انا عايش عمري وكتير بحبه. يمكن برجع لورا كانت بس لغير او لحتى ما اندم على بعض الناس اللي كنت عندي ثقه فيها لدرجه ما لها حدود وخيبت لي امالي. برجع لورا لحتى كنت اكون دقيق اكثر بخياراتي وبالحياه. برجع لورا بقول لك كنت لحتى كنت بتمنى كنت كفي علمي ولو كنت عم غني، لانه بعتبر اليوم العلم هو اهم سلاح للانسان.